لنقاش هذا الملف ينضم إلينا من فيينا الإعلامي زياد سنجري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم وكل مشاهدي قناة الرافدين الفضائية. في ظل ترشح أكثر من 50 مرشحا لمنصب محافظ نينوى، كيف تفسر هذا الإقبال الكبير لمنصب المحافظ؟ بكل تأكيد مدينة الموصل وعموم محافظة نينوى لديها ميزانيات متراكمة ولديها مشاريع مؤجلة، وكل تلك المشاريع يعني هناك عقود، والعقود يعني تعني أموال. لذلك نجد أن الصراع محتدم جدا على مسألة اختيار محافظ لنينوى، وبكل تأكيد أيضا أن هذا الصراع يدور بين الكتل السياسية الفاسدة والشخصيات التي تريد الاستفادة من هذه العقود. مدينة الموصل وأبنائها كانوا واضحين جدا بدعم شخصية مستقلة أكاديمية وهو الدكتور زاحم الخياط، ولكن للأسف وعبر قناتكم أستطيع أن أقول بأن الشخصية تم اختيارها بعد أن توافق الحشد مع السيد الحلبوسي، وتم اختيار إحدى الشخصيات، وخلال ساعات من الممكن أن يتم ذكر اسم هذه الشخصية خلال الساعات القادمة. يعني كيف، على أي أساس يجري الاختيار؟ الاختيار يجري بالمقابلة بالأسعار. هناك عدد من الشخصيات السياسية المتنفذة، أحمد الجبوري، محمد الحلبوسي وشخصيات أخرى، كانت هناك مبالغ مالية مدفوعة، وآخر ما تلك المعلومات التي وصلتني من مصادر موثوقة بأن هناك شقق سكنية وزعت لأعضاء مجلس المحافظة أو ستوزع يتم تسجيلها باسمهم أو باسم شخص يختارونه في تركيا. نعم. كما أن تلك الشخصيات لعبت على دور آخر وهو دور اختيار النواب للمحافظ القادم، والذي لحد الآن لم يعني يتم حسم النواب المحافظ. نعم. القادم بشكل بالحديث عن مجالس المحافظات وانطلاقا من تصريحات بعض البرلمانيين في العملية السياسية حول هذه المجالس بأنها منتهية الصلاحية ولا جدوى منها، إلى أي مدى تظن أن هذه المجالس ساهمت في تلبية حاجات المواطنين في نينوى؟ في الحقيقة بعيدا عن الظن والاستنتاج والمعطيات، ولكن نحن نتحدث عن واقع الحال. بكل تأكيد مجلس محافظة نينوى حاله كحال بقية مجالس المحافظات، هو أحد أبواب الفساد في العراق وليس في مدينة الموصل فقط. فنحن نشهد بأن المحافظات الجنوبية تعاني من أمور سيئة جدا رغم عدم وجود أي حرب أو إطلاق أي نار في تلك المحافظات. فالفساد المستشري في العراق لا يضرب محافظة بحد ذاتها، وإنما كل المحافظات العراقية. وبكل تأكيد اليوم نتحدث عن محافظة نينوى ومجلسها الفاسد الذي فقد الشرعية، وهو أصلا فاقد الشرعية لنسب نعم. الانتخابات المتدنية، ولكنه الآن أصبح مجلس مساومات، مجلس عبارة عن اختيار الشخصيات الفاسدة، مجلس يختار كل من يدفع أكثر وبدون أي مبالغة وبدون وطبعا هناك تسجيلات فيديوية، هناك وثائق تثبت هذه الكلام، وليس تهم وجزافا، وهو ليس ظن أكثر مما هو تأكيد وفق وقائع وحقائق موجودة على الأرض. بالحديث عن هذا الواقع، تتواجد الكثير من الميليشيات في المنطقة، سواء ميليشيا الحشد في الموصل أو حزب العمال في سنجار. ما دوافع تواجد مثل هذه الميليشيات؟ مدينة الموصل هو العراق المصغر، هو الكنتونات والمافيات والإقطاعات، سنجار للبككة، ساحل نينوى للحشد الشبكي، داخل مدينة الموصل حشود عشائريا وحشود لميليشيات إيرانية، النجباء، العصائب. هذه المكتب وهذه الدائرة تابعة للحشد الفلاني، الدائرة الخدمية المعينة يجب أن تدفع مبلغ وقدره 300,000 دولار للحشد الفلاني. تم بيع الأراضي، تم بيع منطقة الغابات السياحية بكل أراضيها وممتلكاتها لمكاتب الاقتصادية للحشد. هناك أراضي زراعية تم الاستيلاء عليها، هناك أراضي لمدنيين خارج العراق تم الاستيلاء أيضا عليها وتم تزوير
أوراقها. اليوم عملية نهب ممنهج قانونية بإدارة الحشد الشعبي وبتوجيه الحقيقة إيراني لخلخلة الوضع الديموغرافي في محافظة نينوى، لأن مدينة الموصل ومحافظة نينوى لها ثقل كبير جدا ولها دور كبير برجالها وضباطها وقادتها الذين وقفوا ضد إيران وهم الحاضنة الرئيسية للمد الصفوي في العراق مثل الأنبار ومدينة الفلوجة وصلاح الدين وإلى آخرهم من المحافظات والمدن العراقية التي وقفت أمام هذا المد. ويجب أن يتم التغيير الديموغرافي، ولذلك نجد أن الميليشيات موغلة بشكل كبير في نشر الفساد والمخدرات والدعارة والمشروبات الكحولية وكل المبقات والأشياء الغريبة على مجتمعنا المحافظ ومدينة وبالأخص في مدينة الموصل. ما مدى تواطؤ الحكومة والقضاء لاستهداف أهالي الموصل في ظل التساهل مع المسؤولين عن غرق عبارة الموصل؟ عمق الحكومة الحالية، قادة الحكومة الحالية بالوزراء، برئيس الوزراء، بكل الهرم الحكومي، هم عمقهم عمق ميليشياوي. عندما نتحدث عن وزارة الثقافة هي للعصائب، وهذا ليس شيء يعني مخفي على العراقيين. عندما نتحدث عن كتلة وزارة العمل، عن وزارة الفلانية، نجد بأنها عمقها عمق ميليشياوي، رساليون، عصائب، نجباء، وهكذا. نجد بأن أبو المهدي مهندس هو الذي يأمر وهو الذي ينهي وهو الذي يختار، مثل ما حدث اليوم وقبل ساعات كان هناك اجتماع بين ممثل للحلبوسي وممثل للحشد، وتم اختيار محافظ لنينوى، وليس لدينا ارتباط لا مع السيد الحلبوسي وليس لدينا ارتباط مع أبو مهدي المهندس في مدينة الموصل ومحافظة نينوى. لماذا هم أصحاب القرار؟ لماذا هم يختارون شخص مرشح من قبلهم نحن لا نرغب فيه في مدينة الموصل بعدما قال أبناء مدينة الموصل كلمتهم؟ لأن هناك سياسيين من صلاح الدين مثل أبو مازن اختار مدير الشرطة، لأن هناك سياسيين آخرين لديهم مواقع ووظائف حساسة هم من يعينون تلك الشخصيات في داخل مدينة الموصل ويتلاعبون بمقدراتها، ولذلك تجد مدينة الموصل بهذا الواقع المزري الذي تعيشه اليوم. سيد زياد، كيف تتوقعون أن تكون ردود فعل المواطنين حيال هذه التطورات الأخيرة حول منصب المحافظ؟ ردود أفعال المواطنين الحقيقة ستكون مثل ما شاهدنا بأم العين عندما حدثت حادثة غرق العبارة، عندما زار رئيس الجمهورية، عندما تم ضرب المحافظ. نعتقد بأن هذه الخطوات ستزيد من تعقيد الملف الاقتصادي، تعقيد الملف الأمني في مدينة الموصل التي تشهد أحداث كبيرة. فجر هذا اليوم تم الاعتداء وقتل عائلة متكونة من 7 أفراد، قتل 4 من عندهم وبينهم أطفال ونساء في منطقة الأكواب. هناك عملية اعتداء على قرى، هناك حكومة تريد تسليح العشائر لمواجهة داعش. كل تلك الأمور المعقدة الحقيقة اختيار المحافظ ستزيد من هذه التعقيدات، ونعتقد بأن اختيار المحافظ خارج عن رغبة مدينة الموصل وأبنائها ومحافظة نينوى سيزيد التعقيد في المشهد الأمني والاقتصادي، وهذا ما سنجده خلال الأيام المقبلة والأسابيع المقبلة. خاصة أنا أتوقع خلال 48 ساعة سيتم الإعلان عن محافظ تسوية من خارج أعضاء مجلس محافظة نينوى ومن خارج أعضاء مجلس النواب، لكنه مرشح ومحسوب على الحشد وعلى السيد الحلبوسي. وهذه معلومات مؤكدة وصلتني من مصادر خاصة. شكرا جزيلا لك الإعلامي زياد سنجري، كنت معنا عبر الهاتف في فيينا.